واحدة من طرق الوصول لاتفاق بين المعنيين كونسنت وتوحيد لغة الحوار بينهم هي مصفوفة الاحتمالات والأثر probability and impact matrix فيها بنحدد المفاهيم المختلفة نبتدي بالاحتماليات بنقول مثلا أكتر من 75% ده بيكون احتمال عالي جدا ومن 2 ل 10% بيكون قليل جدا وهكذا بناء على اتفاق المعنيين الرئيسيين الموضوع بيكون أصعب شوية مع الأثر الأثر على الجدول الزمني لو التأخير أكتر من خمس شهور بيكون أثر عالي جدا فبيختلف من مشروع للتاني مثلا مشروع مدته سنتين تأخير عشر شهور هو أثر عالي جدا إنما لو المشروع مدته شهرين بس يبقى تأخير أربع أسابيع هو أثر عالي جدا نفس الفكرة مع الأثر على تكلفة المشروع اللي بتعتمد على موازنة المشروع الأصلية كذلك الأثر على النطاق المهم يكون في اتفاق كونسنت مع المعنيين ويتم تسجيله في خطة إدارة مخاطر المشروع واللي هي جزء من خطه اداره المشروع، project management plan. زي ما احنا شايفين، الاثر بيكون على المثلث الحديدي اللي هو Triple constraints. تسهيل اداره المخاطر وتحديد المسؤوليات، بنعمل تصنيف للمخاطر، risk categorization، وهي تقسيم المخاطر طبقا لمعايير محدده، زي مصدر الخطر او مرحله المشروع او خطر داخلي وخارجي. وبعدين نقسم تحت كل فئه مجموعه المخاطر اللي تنتمي ليها، يعني نعمل هيكل تحليلي للمخاطر. ريسك بريك داون ستراكشر ار مثلا واحده من الفئات بتاع المخاطر اللي ليها علاقه بالجدول الزمني زي تاخير مزود الخدمه او فتره الموافقات المطلوبه من اهميه تصنيف المخاطر هو تحديد مالك اونر لكل فئه وبالتالي يقدر يتعامل مع المخاطر بصوره ممنهجه اكتر ويحقق افضل استخدام لخطه الاستجابه والتمويل والموارد المطلوبه تحليل نوع للمخاطر كواليتاتيف Risk Analysis اللي اتكلمنا عنه لتحديد أولويات المخاطر اللي محتاجين نركز عليها عن طريق مصفوفة الأولويات Risk Prioritization Matrix وبنقسمها زي ما حددنا في مصفوفة الاحتماليات والأثر سواء باستخدام أرقام أو وصف سواء التقسيم لثلاث مستويات أو عشرة بنحسب قيمة كل خطر زي ما عرفنا مع بعض وزي ما هنشوف في سجل المخاطر اللي هو Risk وكل خطر بناءً على قيمته بيكون في مستوى مختلف وبنحدد على أساس مجموعة من المعايير زي أهمية المشروع، وجود مشاريع مماثلة، عدد المعنيين، الاعتمادية على مشاريع أخرى، إيه هي المستويات اللي بنركز عليها؟ مثلاً في مشروع عملنا زيه قبل كده، يمكن المخاطر في المستوى الأصفر والأخضر تكون فقط متابعة كل فترة للتأكد من عدم تغير قيمتها وبتكون في قائمة الواتش ليست. إنما لو مشروع سفينة فضاء، يمكن كل المخاطر بيتم متابعتها عن قرب مع مراعاة الأولويات اجتماع متابعة المخاطر من الاجتماعات الدورية المهمة وبيتم في متابعة المخاطر حالتها هل خطة الاستجابة لازالت مجدية؟ هل الاحتمالية قلت بعد وضوح المخاطر؟ هل الأثر لسه قائم مع اختلاف مرحلة المشروع؟ وبالتالي ممكن أولويات المخاطر تتغير اتكلمنا عن حساب القيمة النقدية المتوقعة Expected Monetary Value EMV واللي بتفيدنا لما نيجي نعمل تحليل لشجرة القرارات Decision Tree Analysis عايزين ناخد قرار بناء على المخاطر، ازاي؟ ناخد مثال، عايزين نبني مصنع جديد او نعمل صيانه للمصنع القائم، المعطيات لو انا بنيت مصنع جديد هدفع 100 مليون انما لو عملت صيانه للمصنع القائم هدفع 60 مليون فقط، لو هنبني مصنع جديد احتمال مبيعات عاليه المكسب 150 مليون انما لو المبيعات قليله المكسب 120 مليون، وبالنسبه لاختيار صيانه المصنع مكسب المبيعات العاليه 100 مليون ومكسب المبيعات القليلة 40 مليون. نفتكر مع بعض إن قيمة المخاطر بتساوي الأثر في الاحتمالية. احنا كده عرفنا إيه؟ عرفنا أثر المخاطر. نحسب مع بعض. الأثر المحتمل الأول 150 ناقص 100 يعني 50 مليون. الأثر المحتمل الثاني 120 ناقص 100 هتكون 20 مليون. أما في حالة الصيانة والمبيعات العالية الأثر 100 ناقص 60 هو 40 مليون. والمبيعات القليلة 40 ناقص 60 يعني خساره 20 مليون. كده عرفنا الاثر، علشان نحسب الخطر محتاجين كمان الاحتماليه، احتماليه حدوث مبيعات عاليه 70%، احتماليه حدوث مبيعات قليله 30%. نفتكر دايما ان اجمالي الوزن لازم يكون 100%. نحسب قيمه كل اختيار، الاثر مضروب في الاحتماليه، يبقى 50 في 70% زائد 20 في 30% بيكون 41 مليون. ثم اختيار الصيانه بيكون 40 في 70% زائد خسارة 20 في 30% بيكون 22 مليون يبقى حساب القيمة النقدية المتوقعة EMB بيقول لنا إن اختيار مصنع جديد هيكون أفضل